تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رسالة شكر جوابية من صاحب الجلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا الصديقة، وذلك ردا على برقية جلالته المهنية له بمناسبة ذكرى يوم الملك في بلاده. عبر فيها عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الطيبة الكريمة، متمنيا لجلالته وفور الصحة والسعادة ولشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار.